كان هذا الحلوين، ان شاء الله تكونوا بخير. فيديو اليوم راح يكون عن يوميات عائلة حمص، الحلقة السابعة واخيرا. فبس قبل بداية الفيديو او نبلش الفيديو، ما تنسوا تحطوا لايك شير سبسكرايب كومنتس. اسفل اني غبت كتير بحلقة، انتظرتهم شهرين كاملين. انا مثلا بنزل الحلقة الاولى وقفت لحد الحلقة الخامسة وقعدت 3 شهور ما بنزل، بعدها بثلاث شهور نزلت الحلقة الستة، بعدها قعدت شهرين، والحين اخيرا هنزل الحلقة السابعة، وبكرة الثامنة والعاشرة كده ان شاء الله. وبس يلا الحين نبدأ الحلقة. يا عيني سعيد كثيرا لان ابني اسمه عدس، وانا حزينة كثيرا. لماذا ابني يسمى عدس؟ لماذا لماذا؟ لأنك حمقاء ووافقتي. إيه إيه إيه. أنا غيرت اسم ابنتي لليلى بدلا من سارة. حسنا أنت وشأنك، أنا لن أغير اسم ابني العدوسي. أنت لم يعد اسمك عدس يا زين. لحظة لحظة لحظة، هل كان اسمي عدس؟ نعم، أنت فراولة وسكر وعدس وفول سوداني. أصبح اسمك الآن فول وفول سوداني وعدس وعدس. وأنت ما اسمك؟ برتقال وفراولة وسكر. لا ما هذا، اسمي فاطمة، اسمي مي، اسمي زين واسمي يزن. وهذه اسمها سارة، سارة ليس برتقال. أما هذا فاسمه عدس. يا يا عقلي يا روحي يا حبيبي يا عمري أنت، يا عمري أنت. نسيت أن أؤلف لك الاسم. ما اسمك؟ ما اسمك؟ أوه عرفت، رمان. ماذا رمان؟ اذهب عن وجهي يا رجل، اذهب عن وجهي. أمي لقد مللت من تصرفات أبي، لا أعلم لماذا يتصرف هكذا، ولكن هيا هيا سنصعد جميعا، أجمعنا سنصعد. لا تتركوني أرجوكم، إذا تركتموني سأبكي. هيا نصعد، بسم الله، توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلنا. ياي 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 ياي، ابني عدوس، عدوسي. ماذا ندلع ابنتنا؟ صرصوري؟ هل هي صرصار؟ قلت لك سارة ليس صارة. بلاس يا زوجي الحبيب، ليس اسمها سارة من الأساس، اسمها ليلى، قلت لك غيرت اسمها. حسنا حسنا. أمي 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 أمي. أو يا إلهي، إن هذا المطعم يكاد أن يشبه. أنا سعيدة وأخيرا أتينا لمطعم جميل. نعم نعم، هل مش هذا المطعم مألوف لي؟ نعم هذا هو المطعم الذي صورتك فيه وأنت تقلد صوت الحمار. يا إلهي ميكا، أقسم بالله لن أجلس في هذا المطعم، لن أجلس في هذا المطعم. أخفض صوتك يا ولد. كيف حالك يا عدس يا عدوس؟ السلام عليكم سيد، ماذا اسمك؟ ما اسم حضرتك؟ اسمي حمص. أرجوك 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 لا تسأليني مرة أخرى ما هو اسمك، اسأليني ما هو اسم ابنك. ولدت ابني للتو. نعم نعم، اسمي حمص وابني عدس، وهذه اسمها برتقال، وأمها اسمها رمان، وهذه فراولة وسكر وفول سوداني وفول. ما هذه الأسماء؟ أقسم 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 لك أن هذه الأسماء. لا تقسم كذاب، خذ ابنتي أو لا 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 لا، أؤمن لك مع ابنتي. هذا الرجل كاذب، إن ابنه اسمه عدس وهو حمص، ولكن ليس اسمنا هكذا، اسمنا ليس هكذا أبدا. هذه اسمها مي، فاطمة، يزن وزين. أو حسنا حسنا، أنا متوترة كثيرا. لا 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 تتوتري، حسنا يا شكرا كثيرا لهذه الساندويتشات. لماذا أنت طلبت البرجر؟ جميعنا طلبنا الهوتدوغ. أنا أريد البرجر، ما دخلك، سأكل ابني حبيبي. لا 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 لا، إنه طفل، لا لا يمكن أن تأكل هذه الأنواع من الأطعمة. لماذا؟ أنا ابني حبيبي وأريد أن أكله كل ما أريد. أكله أكله، ولكن إنه طفل حرام، يمكن أن يسبب هذا في مغص في بطنه.
وأنا سعيدة كثيرا. إن الطعام لذيذ. إن الطعام لذيذ كثيرا. أو إن الطعام لذيذ فعلا. كيف هذه السيدة قالت لي أنها رجعت من المشفى للتو كانت ولدت هؤلاء توأم وأيضا لديها صحة لتأكل وكل شيء؟ قولي بسم الله ما شاء الله، قولي بسم الله ما شاء الله. أنت حسودة، أنت حسودة يا سيدة، أنت حسودة. أريد المشي من هنا. انتظر قليلا، لا يوجد أحد سيمشي من هنا. أنا هذا البرج اللذيذ. وأنت يا سيدة قولي ما شاء الله ولا تتدخلي فيما ليس لك شأن فيه. ها؟ هاي صغيرة؟ من هذه التي صغيرة؟ سأدفعكم ثمن هذه الشتائم الغريبة. هات ابني، هات ابني. أوف أمي، هيا ندم من هنا أرجوك، أنا خائفة من هذه السيدة. الحساب كم؟ 50. 50 كم؟ 50 دولار. لا، حلمي تحطم واختفى، كنت تموت بهذا الرقم. هل تريد أن تميتي؟ تميتي يعني تميتيني؟ من قال هكذا يا سيدي؟ لم أقل شيئا. أصمتي أيتها السيدة الحمقاء. أبي أنا سأنزل قليلا إلى الأسفل. حسن لا تتأخر. يا إلهي، كل يوم من هذه المشاكل، لقد مللت كثيرا من هذه الحياة. كل يوم من مشاكل ومشاكل ومشاكل، لقد مللت كثيرا، مللت كثيرا. لماذا تتمشين وحدك يا صغيرة؟ أنا مللت من حياتي فقط، سأريحك منها. لا أفهم، تعالي معي سأخطفك. لا أرجوكم.